تقبل تضرعنا أيها الجالس من عن يمين الآب وارحمنا. أقمنا أيها الأحبة هذا القداس الإلهي، صلينا ونصلي من أجل عودة أخوينا المطرانين بولس ويوحنا وكل مخطوف. وقفتنا أحبتي اليوم، وقفتنا الصلاطية هذه ليست تأسيسا لذكرى سنوية لخطف أخوينا المطرانين يوحنا وبولس، بل إنها صلاة يومية لعودتهما وتذكير يومي لغيابهما. وفي نهاية هذا القداس وهذه الصلاة على نية عودتهما سالمين مع كل مخطوف نعلي الصوت ونقول: بولس ويوحنا في محاكمة، وقفا مرة في بداية البشارة المسيحية ويقفان مرة أخرى اليوم في البقعة الجغرافية عينها، وإن اختلفت التسميات إنها محاكمة قل نظيرها، ليس فقط في الشرق بل في عالمنا المعاصر. ارتداداتها لم تصب الأرضيين فقط، بل أقحمت السماء أيضا في نزال الغلبة فيه للديان العظيم الذي له الحكم الأخير في هذه القضية، قضية الإنسان الحق وقضية الإله الحق. لربما هذه المحاكمة غير متكافئة، فأغلب الظن أن الموقوفين لا يسعهما المرافعة في قضيتهما، ولكن هو ذا خطابهما البين وقد سطراه بروحيهما وحياتهما وشهادتهما المستمرة دون انقطاع، يصدح ويتردد في برية هذا العالم. يا إخوة الكلمة، أنتم أبناءنا في حلب، زرعنا بينكم وفيكم بذار كلمة الحق وكلمة الشهادة وكلمة الخدمة. هو ذا الزرع ينمو، نراه فيكم ونفتخر بثماره، نعجب لصمودكم الذي يعزز صمودنا، نبهت لثباتكم الذي يؤازر ثباتنا، نجل صبركم الذي يكافئ صبرنا. كيف لا وأنتم إكليل مجدنا وافتخارنا في محاكمة البشارة. يا إخوة الإيمان، نمتحن بما آمنا به وبشرنا به وخدمناه باليد والقلب والضمير. أننا نعيش اليوم على الأرض لنحيا بعدها في السماء، وأن الإنسان يحق له أن يؤمن بالإله الحق ويخدم بهذا الإيمان قريبه كنفسه. إيماننا بالإنسان الحق يدفعنا إلى خدمته أينما حللنا ولا زلنا، حيث نحن اليوم مقيمين لن نحيد عن هذا العزم قيد أنملة، وهو يستحق منا كل تضحية دفاعا عن كرامة هذا الإنسان بتقزيمه وتشييئه في سوق الإنسانية المعاصر الذي يعرضه سلعة في مضاربات أثيمة. بهذا
انكسرت شوكة التقزيم الرخيصة في محاكمة الكرامة. يا إخوة الرجاء، لا يخفى عليكم إنما نحاكم على رجاء قيامة الأموات. صرخها بولس مرة، وها نحن نقولها بالفم الملآن. يريدون أن يفتكوا بالآتي على حساب الآني، وهم لا يعلمون أن رب السماء والأرض إنما خلق هذه وتلك لنقطع المسافة التي تفصل بينهما بروح الإيمان، ونبلغ إليه بما أوتينا من رجاء بتحقيق وعده لنا. إن هذه الحياة لفانية، وأما تلك فباقية، ونحن نرنو بكل جوارحنا أن تبقوا على هذا الرجاء أمام الموت الرابض إزاء أجسادكم وأرواحكم ليهلكها. إلا أن رجاءنا بقيامة المسيح قد كسر شوكة الموت في محاكمة الثبات. يا إخوة المحبة، لا شك أن انتصابنا في محاكمة كهذه لا يستقيم إلا إذا انبرى لها المرء بحقيقة هويته وإيمانه. لذا يعز علينا أن نخون محبة المسيح لنا، ويعز علينا أيضا أن تظلم القلوب والضمائر إلى درجة يسهل معها انتهاج درب النزوات وكل أشكال الأنانية البغيضة. نراكم يا إخوة فتسلجوا قلوبنا بمرأى محبتكم وسط ركام إنسانية انحدرت بها وصوليتها إلى أبواب الجحيم بكل ما للكلمة من معنى. بالمحبة تغلبون، بالمحبة تغلبون كل شيء، وبها تجتازون كل أشكال الموت إلى ملكوت إله المحبة. وسط الدمار والموت والعبث يعلو بناء محبتكم كحكم مبرم في محاكمة الضمير. يا إخوة الدم، أنتم الذين حكم أو سيحكم عليهم، منكم من أخذ حكم ربه شهيدا أو معترفا، ومنكم من يعيش شهادة رجاء منقطع النظير في صمت أو تهويل، في هوان أو في ضيق. إلا أنكم بجلادتكم قد أفحمتم المراهنين على خيانتكم أو ارتدادكم أو انخذالكم أمام ضعف أو ترغيب أو ترهيب. دمكم سواء النابض أو المسفوك بلسم لعوائلكم وإخوتكم، وختم انتصار في محاكمة الخلود. يا إخوة الحق، خسئ كل من أعلن نصرته على حق في الظاهر هو باطل في الخفاء. بعيون القلب نراهم، ونسبر ما يظهر منهم في العلن في كلامهم وأفعالهم، وكما يضمرون في السر في ضمائرهم. لن يعلو حق على حق الله وحق الإنسان مهما كثرت الآثام. هذه هي صرخة يوحنا فينا جميعا: من لا يحب أخاه يبقى في الموت. كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. لن نساوم على الإنسان ولن نذعن لغير الحق. نقولها معكم في صلب معاناتكم بصمودكم وكفاحكم وشجاعتكم. بهذا فضحتم ضلالهم المبين في محاكمة
الحقيقة. يا إخوة الوطن، جرحكم جرحنا، وعذابكم عذابنا، وألمكم ألمنا، ودموعكم دموعنا، وحياتكم حياتنا. أيادينا مفتوحة لكم، وقلوبنا تتسع لكم. هيا بنا نتصافح ونتخاطب ونتسالم، ونتصالح ونتفاهم، ونتعاون ونتكامل. الحل لا يأتي بالعنف على أشكاله، بل بالحوار على أنواعه. الخوف أن يفنى الإنسان وتندثر حضارته متطال زمن المحاكمة. معكم نرفع راية الشراكة في محاكمة الوحدة. يا إخوة المصير، شرقنا نحن رمال صحاريه، تراب سهوله، صخور جباله، مياه أنهاره، وجذور أشجاره. إن زالت لا يبقى للحياة وجود أو معنى. بات شرقنا حلبة مفتوحة لكل سوء. رهان هذه المحاكمة هو هدم الحياة في مهدها، تحطيم توهجها في حضاراتها، إزالة معالمها في مكوناتها، إخفاء بصماتها في آثارها، تهجير إنسانها في تاريخها، ومسخ الله في أديانها. مدى غلبتنا في الحق على الأرض نستمده من السماء، ولكن ليس باستدعاء الإله لتسخيره. كرم لنزوات السماء منها براء. نحن واعون أننا مكرسون للبقاء في هذا الشرق الذي ننتمي إليه ونحن منه. أننا مكرسون أيضا لنشهد فيه لإيماننا، ومنه تنطلق شهادتنا، وعليه نبني صرح إنسانيتنا. لم يكن الإله الواحد بالنسبة لنا موضوع خلاف، ولا علة اقتتال، ولا سبب انقسام. تعلمنا أن نخاطبه أبانا، لذا فالجميع بالنسبة لنا إخوة. يمكننا أن نخاطب الجميع بالمحبة وبالحق، وأن نضع نفوسنا من أجلهم. ويمكننا أيضا أن نطالبهم ونسائلهم، فحقنا عليهم أن مصيرنا واحد، نتعهده معا أو نخسره معا. لا يمكن أن يتحول المؤمن أيا كان، وحتى غير المؤمن في هذا الشرق أو خارجه، إلى شاهد زور بتعاميه عما يجري. معكم نرفع راية الأخوة، وبها نقطع دابر شاهدي الزور في محاكمة الإنسان والدين. يا إخوة الإنسانية، باتت قضيتنا أبعد من جماعة، وأكبر من وطن، وأوسع من منطقة. محكنا هو محك الإنسانية في عالمنا المعاصر، بحكم تشويشها خدمة لمصالح ومآرب متنوعة. نحن شاكرون لكثيرين ممن يعون هذه المخاطر ويعملون على احتوائها ومعالجتها ودرئها. لن نتحول عنوانا لقضية يطالب بحلها وفك أحجيتها، فلسنا كذلك. فأنتم قضيتنا، نحن ساهرون من مكان إقامتنا على ضمائر الذين يريدون الاستمرار بالفتك بقضيتنا
قضية الإنسان الحق وقضية الإله الحق. ألا يعقل أن تنقلب الأدوار فيصير المحكوم عليه قاضيا ولو كان في زنزانة، والقاضي محكوما عليه وإن كان على منبر؟ يا أخانا الأكمل، من تجسد لأجلنا وحمل طينتنا واحتمل الحكم الجائر وصعد على الصليب وهبط إلى الجحيم ثم ارتفع إلى السماء، لقد علمتنا أننا إخوتك عن غير استحقاق، وأن أباك أبونا وإلهك إلهنا. بلغ سلامنا وفرحنا بك شأنا نعجز عن بلوغ ارتفاعه وعمقه في حياتنا الروحية وقياس عرضه وطوله في حياتنا المادية، فهو فرح وسلام بحجم المعطي. سلامي أعطيكم، فرحي أعطيكم، فلا ينزعه ما أحد منكم. لقد حكمت أن تعطينا الفرح والسلام الخاصين بك، فما أعظم انتصارنا وما أكرم حكمك. هذه هي درجات الأخوة العشر وسفر مرافعتنا كاملة، وقد أخذناه من عن يمين الجالس على العرش. هذه هي كامل بشارتنا إليكم، فاصغوا إليها، فتعزيتنا كبيرة بكم. كلنا نعي أن المحاكمة لم تنتهي فصولا، إذ لنا فيها جولات إلى ما يشاء القدوس. فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا. فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك، ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد. هذا هو انتصار يمين العلي بكم وبنا. أما ملتقانا المستقيم فهو في الصلاة من أجل الكل، نرفعها معكم إلى الذي له المجد والقدرة والسجود والملك إلى أبد الآبدين. أمين. المسيح قام.